الهدف الأول يقول بعد وصولك لقاعدة جماهيرية كبيرة تتجاوز 6 مليون متابع، تشوف أنك قدرت تحقق هدفك في الوصول للشهرة اللي أنت تطمح لها؟ الحمد لله، يعني نقول إيه إن شاء الله، بس القادم أجمل بعد إن شاء الله. أوكي، يعني نقدر نقول أن هذا الهدف تحقق. الهدف الثاني يقول تتعمد إثارة الجدل من خلال دخولك في التحديات في البثوث، ممكن تعرض نفسك للخطر في بعض التحديات فقط بهدف الحصول على أكبر عدد من المشاهدات. لا ما أتوقع والله. ناصر لا والله صدق قصد، بعض الأحيان ممكن يأخذني الحماس ومثلا أسوي تحديات أو أسوي أحكام عشان الشخص اللي معي يكمل. أوكي، عشان ما ينسحب يعني، بس أسويه عشان أرجعها له يعني. يمكن كذا يعني. أنت شخصية عنيدة. إيه ما أحب أخسر يعني، مثلا يخسرني واحد يطلع لا 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 تتقبل الخسارة. إيه عادي. وين اللي يحب الرياضة والكورة؟ المفروض أنه روحك رياضية. لا ما في، أسوي لك أي حكم بس عشان تلعب مرة ثانية، ثم نعطيه حكم أقوى من الحكم اللي أعطيه. الله لا يجعلنا نلعب معك إن شاء الله. طيب يعني نقول حققت إن شاء الله. أوكي، الهدف الثالث يقول تعشق السفر والاستكشاف، وقدرت أنك تحقق هذا الحلم بعد زياراتك لحوالي أكثر من 10 دول حول العالم. الحمد لله. حلو. والباقي إن شاء الله بعد. باقي كم دولة ودك تروح؟ والله كثير والله للأمانة، يعني أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية بخصوص الولايات المتحدة، ما قد جيتها وحلم إني أروح لها إن شاء الله. إن شاء الله. الهدف يعني نقدر نقول هذا هدف تحقق إن شاء الله. هي تقريبا تحقق. الهدف الرابع يقول بعد أن أصدرت أغنية كنت أحبك دخلت مجال الغناء، بس ما قدرت تحقق هدفك بالاستمرار فيه. لا والله إن شاء الله في العيد إن شاء الله في شيء إن شاء الله قريب بإذن الله. هذا حصري لنا. حصري لكم إن شاء الله. وش اسمها الأغنية؟ يا ثاني العيد يا ثالث العيد. وش اسمها؟ إلى الآن ما. بس اسمها؟ والله ما أكد. والله العظيم ما تقدر. والله ليش؟ ما أكد. لأن أصلا ما حطينا الاسم إلى الآن. كلمات مين؟ كلمات أخوي. حلو. إن شاء الله أجل بنسمعها في العيد؟ إن شاء الله. إن شاء الله. ثالث العيد، رابع العيد إن شاء الله. إن شاء الله. بتصير أغنية العيد أجل. إن شاء الله. أوكي. الهدف الخامس يقول الشهرة والمتابعات والمعجبين قدروا أنهم يعوضون الشهادة أو الوظيفة وتحقيق هذا الهدف في حياتك. صحيح. انا اشوف ان ما اقدر اجمع بين الوظيفه والسوشيال ميديا للامانه، يعني في بعضهم في انا اعرف لك اشخاص جامعين بين هذه وهذه، بس انا كناصر والله ما اقدر للامانه. يعني انا لو اتوظف ماني مادي بشكل كويس في السوشيال ميديا. فعشان كذا فصلتها، مع ان انا عندي شهاده يعني عندي بكالوريوس. حلو. يعني نقدر نقول انك حققت 3 اهداف من اصل 5. انا قلت 4، بس هذا السؤال الاخير المفروض انه يعني محقق الهدف. شهادة عندك؟ إيه، بس إني أنا باختياري إني أنا ما. ها وش رأيكم نعطي الهدف ولا لا؟ ها شو رأيك؟ شو رأيكم يا جماعة؟ 4 يا شباب. الموضوع عندكم ولا؟ لا عندك. يلا نعطيك إياه ولا يهمك، تستاهل 4 من 5. تفضل.